ما كان لعابر سبيل أن يسلك فجاج هذه الأرض التي يغدق زرعها ونبتها عن يمين وشمال دون أن تحدثه نفسه عن الماء الذي يسقي الحرث ويروي الزرع ويبقي الروح مع حياة جديدة متجددة. مياه وادي الضباب دائمة الجريان، وهي تتدفق بانسياب في مشهد يأسر القلوب والعقول ويجعل معه كل آت وغاد. على طريق التربة تعز يشعر بالحياة. كثيرة هي المناطق التي استفادت من مياه وادي الضباب، والتي تشكلت فيها الترع الزراعية ووجدت الحقول الخضيرة التي تفيض بالغلال وتمد الناس بوافر العطاء. مع زيادة الأمطار في فصل الصيف تفيض هذه المياه الجارية لتشكل تهديداً على الطريق الإسفلتي الرئيس الذي يربط تعز المدينة بأريافها الجنوبية، ما جعل من إنشاء قنوات لتصريف المياه حلاً مناسباً لمواجهة هذا الإشكال. تأخذ هذه القنوات شكل المستقيم المتعرج في بعض الأحيان، وهي لا تغطي سوى مساحات محدودة على جانبي الطريق يقدر ارتفاعها بنحو 70 سنتيمتراً وعرض يصل إلى متر واحد تقريباً. لا يقتصر عمل هذه المسارات التي تتدفق فيها المياه في معالجة إشكالية تهديد مياه الضباب للطريق الرئيس وحسب، إنما يتجاوز عملها ذلك الأمر وتتعدد أغراض إنشائها. فوجود مثل هذه القنوات يسهم في المحافظة على التربة من الانجراف، ويستفاد منها أيضاً في عملية الري التكميلية، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل توجيه المياه إلى المساحات الزراعية في مناطق مختلفة، وتمثل ضمانة بعدم السماح بتجمع المياه على أشكال برك ومستنقعات تسهم بتكاثر الأوبئة. مشروع القناة وفقاً لمزارعين في المنطقة، فإنه لا يبدو أنه قد يحقق الاستفادة المرجوة، حيث وأن المشروع أنشئ بغرض تصريف مياه الوادي التي تزيد غزارتها مع فصل الأمطار الموسمية، ولا يزال في بدايته وغير مكتمل وينقصه الكثير. أضحت مسارات المياه عاملاً للجذب، إذ يستغل الأطفال في مناطق الضباب تدفق الماء الجاري للسباحة والاغتسال، كما وأن عمالنا بسطاء من المنطقة يتخذون من المجرى مصدراً لتشغيل آلاتهم وغسل المركبات مقابل مبلغ مادي مناسب، كما وأن المزارعين في الأراضي المجاورة لقنوات التصريف يقومون بسقي أراضيهم التي تحوي صنوفاً مختلفة من المزروعات. سقمنا الطماطم، سقمنا الزرع، سقمنا كل حاجة. وتعد نماذج قنوات تصريف المياه من الأعمال التي تحتاج إلى دراسات هندسية وخطط تفي بالغرض التي أنشئت هذه القنوات لأجله، ولتحقيق هدف حماية الطرق والأراضي من تأثير المياه وتصريفها بالشكل المناسب والصحيح.